نروح بقى للمجلس، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اللي الحقيقة النهارده ظهر النهارده خطوات تنفيذية ومعدلات العمل في المشاريع الإنشائية داخل فرع النادي في الشيخ زايد تحديدا، يعني طفرة زي ما حضراتكم شايفين كده يمكن في الفيديو ده. النهارده كابتن محمود الخطيب بعد ما وصل امبارح، كانوا راجعين زي ما قلنا في بداية الحلقة، راجعين من رحلة سفر طويلة مع طبعا بعثة الفريق. النهارده الصبح بيطمن على سير العمل ومتابعة انجاز المشروعات في فرع الشيخ زايد اللي بيتم تنفيذها وفقا للخطة الإنشائية، او خلينا نقول بقى برنامج عائلة الأهلي اللي تم وضعه من قبل المجلس علشان يقدموا، وده الهدف، ان يقدم لك خدمة افضل تليق باعضاء الجمعية العمومية في النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب كان بيرافقه في هذه الزيارة خالد الدراندلي امين الصندوق، المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الادارة، وايضا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، والمهندس سامح علي كامل، المهندس سامح المستشار الهندسي، واللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد. كان النهارده مجلس الاداره اللي حضر او اعضاء مجلس الاداره اللي حضروا كانوا بيستمعوا لشرح مفصل من المهندس سامح، كان بيستعرض من خلاله اخر مستجدات المخطط الانشائي اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي في فرع الزايد، وده بيضم مبنى السكواش بسعه 8 ملاعب، بيحتوي ايضا على مكاتب اداريه، بيحتوي على صاله تنس طاوله كبيره، و بجانب طبعا لغرف خلع الملابس. ده حقيقي. كمان خلينا نتكلم سهام ان بالرغم المجهود الكبير اللي عمله كابتن محمود الخطيب في الاسبوع اللي فات وسفره مع البعثه ومتابعته لكل صغيره وكبيره بالنسبه للفريق، وانا اعتقد كان ليه دور ايجابي جدا جدا في رفع الحاله المعنويه للفريق، كمان بيرجع على يعني على الخطه، على المستوى الخدمي وكمان مش على المستوى الرياضي، يعني راح كمان التجمع الخامس وكمان مدينه نصر، يعني كمان مدينه نصر كان بيتم بعض استكمال المنشات وكلها زي ما انت قلت كلها في خدمه الاعضاء الجمعيه العموميه. ده موجود طبعا الصوره قدامنا، ده بعد الكابتن خطيب ما توجه للشيخ زايد او فرع الشيخ زايد، توجه كمان الى مدينه نصر، ويعني بيشوف الاكاديميات، الملاعب، التنس. كابتن الخطيب بسرعة جدا بيقول لازم يا جماعة ننهي من جميع الأعمال الإنشائية ديت وفقا طبعا للخطة الزمنية اللي حطها مجلس الإدارة. شفنا زي ما بقول كابتن كمان محمود الخطيب، أنا وجهة نظري أنه بيقوم بمجهود رائع، ومجلس الإدارة بشكل كامل. وجود الكابتن محمود الخطيب بعد أيام من رجوع رحلة طويلة زي ديت، وأعتقد امبارح الصبح راجعين النهارده الصبح بيروح زايد، وبعد ما كان في زايد بيروح مدينه نصر وبيطمن، كل دوت في خدمه الجمعيه العموميه، وكل دوت في اطار سرعه تنفيذ المنشات والتطوير الانشائي في فرعي النادي الاهلي في مدينه نصر والشيخ زايد، عشان في خطه زمنيه. يعني هو مرتبط كمان ووعد الجمعيه العموميه بخطه زمنيه. فكل الشكر طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب على المجهود اللي بيقومه، حتى على المستوى زي ما اتكلمنا على مستوى ملف كره القدم بيقوم بمجهود رائع، وكمان على مستوى خدمه الجمعيه العموميه من خلال متابعه الانشاءات على مستوى فرع الشيخ زايد وكمان فرع مدينه نصر. طبعا فرع مدينه نصر ده كمان عايزين نتكلم على الجراج النهارده، يمكن حتى كابتن محمود كان بيتفقده، لان ده هيسع تقريبا 100 سياره او اكتر، بس ده طبعا كان عامل، يعني انتوا عارفين ان موضوع عدم وجود جراج في المنطقه دي كان لسكان مدينه نصر والحتت البعيده عننا دي كان عامل قلق، وقلق كبير كمان. فده هيكون متاح ان شاء الله في خلال 6 شهور للاعضاء، وده افتكر هيحل ازمه كبيره جدا في الشارع. وكان ده مطلب يعني. كان مطلب كبير جدا، لان كان في صعوبه جدا في طبعا الباركنج والعربيات الكتير طبعاً. فطبعا ده هيوفر مجهود كبير، وهيبقى في راحه كمان للاعضاء ان هم يركنوا بشكل مناسب، وخدمه بيقدمها طبعا النادي الاهلي طبعاً. واكيد الجمعيه العموميه يعني تستحق تستفيد منه.